أقام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب العصري سعيد الظاهري مساء أمس الاثنين بالرباط حفل استقبال بمناسبة الذكرى 42 لليوم الوطني لبلاده. وخلال هذا الحفل الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات من عالم السياسة والثقافة والإعلام وممثلين عن السفارات الأجنبية بالمغرب، أشاد سعيد الظاهري بالمستوى الرفيع والمتميز الذي بلغته العلاقات الإماراتية المغربية. وجدد السفير الإماراتي حرص بلاده على المضي قدما في مسيرة التعاون وتحفيز الشركات الإماراتية على استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في المغرب باعتباره بيئة مثالية وأمينة.